بصراحه انا سمعت ان مفيش حاجه عدله. مفيش حاجه عدله؟ مفيش حاجه عدله خالص. مساء الخير. امير شمعدان هيبقى معاكم النهارده. اهلا وسهلا. حضرتك جاهزين تطلبوا الاوردر ولا اجي كمان شويه؟ جاهزين. اوكي نبتدي بحضرتك. بص هو انا مش جعان قوي. بس عايز بقى شويه مقبلات كده مثلا. حضرتك انا عندي مؤتمر الروح. الدخله دي مش مريحاني لكن انا هكمل معاهم عادي. طيب هي هي تشكيله فرح محبه سلام. عايز بقى عايزهم بقى صغيرين وكتير قوي بقى. هو طبق بيبقى يعني كبير كده اهوت يعني مش عايز كبيرة. بقى لطف كتير لا يعني الحاجات يعني في نفس العدد يعني كتير كتير بس صغير بقى احجام صغير كده عشان ايه انا كتير بس صغير يعني هو عايز فرح بس لكن ما ينفعش لطف وداعة هيتعبوه. أنا عايزة حياة سادة من غير أي تجارب من غير أي ألام خالص خالص. لا خالص 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 ما بحبش يعني أتوجع كده. حضرتك عايزاه well done ولا أوكي يعني ولا سادة حتى على الوش كده خالص سادة خالص بدون أي مجهود يعني. حضرتك عندكم كومبو كده انا قريته في الـ الجديد كومبو المعجزات. ده ايه مكون من ايه؟ بص حضرتك هو عباره عن الوجبه الرئيسيه اللي هو المعجزات وبيبقى معاه سايد ديش. فحضرتك تختار حلو ولا ايه؟ بص انا يعني بص هو حضرتك جديد ومعظم الناس هنا يعني اجمعت ان هو كان حلو يعني عمل طيب. ماشي هاخده. في معاه طبق جانبي بيبقى ايه؟ حضرتك في نعمه. طب بص انا بحب النعمه قوي فهات لي منها طبقين ونبقى نزود منهم يعني اخلي حضرتك الاثنين سايد ديش. نعمة. الدرينك ايه؟ في بركه دايت. نعمه وبركه ماشي كلها امتيازات لكن هو مش هيعمل اي حاجه. وحضرتك ازيك؟ ازيك حضرتك؟ انا عايز حاجه حلوه عايز كده طبق يعزيني ويفرفشني راحه وتعزيه بدون اي عمر. بس حضرتك المده حضرتك عايزها قد ايه؟ يعني عندي حاجه 3 ايام، عندي حاجه اسبوع، عندي حاجه ممكن تقعد مع حضرتك شهر كامل. بس اسبوع 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 لا لا اسبوع لا مش مثلا اسبوع مش اربعه وانام. حضرتك يعني عندنا شايل يعني ده هتبسطني لمده اسبوع. حضرتك تحب اي صوص اضافي عليها؟ ممكن شويه ترانيم اطفال او حاجه. ترانيم حضرتك احنا لنا 3 صوص، في صوص في ترانيم اطفال، في شباب وفي كبار. لا 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 اطفال اطفال. اوكي الحياة مع ربنا مش سطحية حتى لو فيها تعب أو ضيق هو بيعمل وبيدبر أفضل شيء لينا.